أذر الالتصاق الساكن. الالتصاق الساكن إيش يعني؟ طيب، لماذا تلتصق الملابس معا في مجفف الملابس؟ المقصود في يعني مجفف الملابس لما على سبيل المثال لما بيكون بارك على سفنجة وبعد فترة انت بدك تتحرك فبصير عندك هيك مثل كأنه صوت طقطقة، هيك نعم ماشي. هيك اذا هاي بيكون صار في قطعة القماش اللي موجودة على السفنجة والتوب اللي انت لابسه، فهوني صارت احتكاك بين قطعة القماش والتوب اللي انت لابسه، فصار احتكاكهم بيناتهم وتناتهم جافين، يعني السفنجة جافي والتوب اللي لابسه هو جاف، فهون صار احتكاك بيناتهم فالتصقت مع بعض البعض وصار تجاذب وصار في عنا يعني هون كمان كهرباء ساكن. اذا هون ففي المجفف، المقصود المجفف هو الثياب او القطع الجافي تحتك من انواع مختلفه، انواع مختلفه اللي هي انواع القماش، في عندك نايلون، في عندك قطن، في عندك صوف، في انواع مختلفه من القماش تحتك من انواع مختلفه ببعضها البعض، فتنتقل الالكترونات يعني من اقمشه اخرى، وهذه الطريقه تصبح الملابس مشحونه، تصبح الملابس مشحونه تمام اثناء مثلا الجلوس، او احيانا مثلا يكون في احتكاك بين الجسم والملابس فتلاحظ انه الملابس قطعة الملابس لزقت في الجسم، ما هيك؟ نعم أنسى. ايه أنسى. ما هيك؟ فهوني بنسميها انه التجاذب بيناتهم، هذا الالتصاق الساكن اسمه الالتصاق الساكن لانه التصق بدون حركة ولا صوت ولا ضجة، لهيك انه وايضا كمان تساعد الكهرباء الساكنه على ان تنسخ الصور في الات التصوير. المقصود في الات التصوير اللي هي الات طباعه الورق، طباعه الورق كيف يعني بتساعدنا؟ حيث الشحن الاسطواني يعني بيتم شحن الاسطواني بشحن سلبي ساكنه تمام، الاسطواني مين؟ الاسطواني اللي هي تبعت اله التصوير. أما صورة الورقة أو الجريدة نحن بدنا نصورها فتلتقط الجسيمات الموجبة المسحوق الأسود، هي الجسيمات الموجبة تلتقط ألا وهو المسحوق الأسود، هو عبارة عن الحبر والحبر، وبتدور الأسطوانة على قطعة الورق السالبة، فمعناته هون بصير تجاذب بين الأسطوانة بين عفوا المسحوق الأسود اللي هو الحبر والورقة السالبة، فبصير هوني تنتقل المسحوق إلى الورق وبيتم تسخين الورق لصهر المسحوق، هيك بصير عنا بيلتصق المسحوق بالورق وبتجاذب الحبر الأسود لأنه هو بيكون مشحون بشحنة موجبة، وبتتجاذب الورق مع الورق الحبر اللي مشحون بشحنة سالبة بصيروا ملتصقين مع بعضهم البعض تمام. هاي كمان اللي هي بتكون الكهرباء بتساعدنا على الكهرباء الساكنة. وأيضا التفريغ الساكن قال فالإلكترونات تميل إلى الحركة لتعود بالجسم إلى حالته المتعادلة، لما بتتحرك الإلكترونات فمعناته إحنا هون بعد ما نخلص ذلك وهيك فبترجع الإلكترونات إلى حالتها المعتدلة اللي هي بتكون إنه عند جمع بين الجسمين أحدهما يحمل الشحن الموجبي والآخر يحمل الشحن السالبي، وبتكون عدد الإلكترونات تساوي عدد الإلكترونات الموجبة تساوي عدد الإلكترونات السالبة تساوي عدد البروتونات الموجبة، فبهاي الحالة بتصير إنه بيعود الجسم لحالة معتدل، بصير إن الجسم هون معتدل، وبتنتقل الإلكترونات من الجسم زي الشحن السالبي إلى الجسم زي الشحن الموجبة، من الشحن السالبي إلى الجسم شحن الموجبة. كيف رح يكون هذا الشيء؟ هلا بنشوفه بالفقرة اللي بعدها. فهوني بيقولنا أنه يسمى فقدان الكهرباء الساكن الناتج عن انتقال الشحنات الكهربائية بعيدا عن الجسم، إيش بنسميه؟ قال نسميه التفريغ الكهربائي، نسميه التفريغ الكهربائي اللي هو بيفقد الكهرباء الساكنة، يعني ما بيضل في الكترونات. قبل قليل لما إحنا عند انتقال الشحنة كان الدلك بين القطعة بين القطعتين، وراح تتجمع عند الإلكترونات عند قطعة منهن، يعني يصير الإلكترونات أكثر من الجسم الآخر، انتقلت الإلكترونات بهاي الحالة، بهاي الحالة صار فيها الكهرباء الساكنة
وحتى يتم التجاذب إلى القطع أخرى. بهاي الحالة إنه عند التفريغ الكهربائي، التفريغ الكهربائي إنه بتفقد الكهرباء الساكنة، يعني ما بيضل فيها الكترونات شحنات زايدة ألا وهي شحنات سالبة أو الموجبة، يعني بتكون معتدلة بين بعضها البعض، تمام؟ بتكون معتدلة بين بعضها البعض، يعني الشحنات موجبة وشحنات سالبة معتدلة، بصير يعني الجسم هو معتدل، ما بصير بيناته شحنة بينه كهرباء ساكنة، هذا بنسميه التفريغ الكهربائي، يعني فرغ من الشحنات شحنات الإلكترونات، تمام؟ تمام ماشي.